الاولاد اللي هما عندهم الادمان اكثر من البنات. دابا تلقاي في الميليو يونيفرسيتير البنات اكثر من الاولاد, والمشكل ديال الادمان واخا كاين عند البنات والاولاد كثير عند الاولاد. حتى العلاقات ما بين الامهات والاولاد ديالهم في المجتمع ديالنا حتى هي ماشي صحيه. عندك اون لا سوسيتي مودرن تراديسيونيل بجوج ترابكين حاش اون سوسيتي ان ترانسفورماسيون. عند لا سوسيتي تراديسيونيل البنت سير جيب كاس الخوك دير الخوك فعل الخوك تخرجو, هو اصلا ديبوندون مدمن الاخر. فاش العام تدخلش ماما تعطيه بلاطو تاع الفراش ديالو كيفاش ياكل, ولا ولدي مسكين حاش ما نقدروش نديرو ولدي مسكين ولدي نجيبو له كلشي ولدي ما يخرجش الزنقه ومن بعد نقولوا لا علاش ولدي ما بغاش يخدم وبغاش يولي عضو في المجتمع وعلاش ما بغاش يضرب على راسو علاش ما خارش راجل سي با كلشي. For me, a quiet life.